لأي بلاصة اللي بغيتي. هنا غادي صعيب شوية هنا يعني تكون محال باش جيت. كنعطي تحية كبيرة لهاد الناس اللي كيجيو هنا لأن فعلا فريمون كأن صعيب باش توصل لهاد البلاصة هادي. هاد البلاصة سميتها سي دامادي الفوق. شوف هنا كيبان لكم واحد الجامع راه هو اونفاس كيبان لكم شتي ها هو هنا من بيتي. هذاك الجامع الا بغيتي تجي ليه خاصك تضرب واحد 8 كيلومتر ديال البيس. 8 كيلومتر يعني ديال البيس فيها الهبطه وفيها الطلعه وفيها يعني ما باش نزيد نوضحو كل مقطع. وكان 8 الا ما كنتيش بروفيسيونيل ولا ما كنتيش زعما كنتي كتجي هنا بزاف المرات ما غاديش تقدر تقرا هاد البلاصه هادي. هاد البلاصه صعيبه بزاف باش توصل ليها. هانتي نعطيكم واحد ليكزومبل. هنا هانتوما تبعوا معايا. دابا مورايا كاين الطريق كتجي لهاد البلاصة اللي كاين الجامع، الجامع راه كاين مورايا، كاين قدامي الجامع، هانتوما، هانتوما تبعو معايا الطريق مزيان لهاد البلاصة هادي، ها، وحنا باش نختصر لكم شوية حنا غادي نقطع غنمشيو في هاد الطريق هادي باش تشوفوها بزاف، شتيها، هاد البلاصة كاينة مورايا، عرفتي في هاد البلاصة اللي كيبان لكم، هاي هاد البلاصة كلها، هادي، هادي كامل الطريق، دونك غادي 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 تلعب. هاد البلاصة المهم غنكمل ليكم وغادي نشوف. المهم تبعوا معايا باش تشوفوا بزاف ديال الحوايج. هنا حنا كاين ما نقدرش ولكن حنا على الأقل خاصنا نقزو بواك. يلا ها هو الترونسبور ديالي. المهم هاد السيد هذا
كنعطي واحد التحيه كبيره، هذا واحد المقاوم معايا. شوف سي 90، ومن هذا واحد المنبر كنعطيها لصحاب اولوس، كنقول له بلاص ما ديروا سي 90، ديروا شي مشروع صغير احسن. يلا زيد بسم الله. احنا غاديين الناس كيف بالكم كيجيو وكيجيو هاد البلاصه بالطبع عندنا هادي دونك ما تبوظ لا خاصك تكون محارب خاصك لها هليكوبتر اش من الهليكوبتر لا باش لهاد البلاصه ها شوف بزاف بزاف ها نشوف هاد الوكيل شتي ها هي الطريق الطريق مزيان هاد الطريق كامل دايره بحال هكا شتي يعني الا ما كنتيش محارب ما غاديش تمشي لهاد الطريق هادي وهنا كنعطي واحد التحية كبيرة 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 لهاد الناس اللي ساكنين بغيت نوضح لكم ان هاد البلاصه هادي راه ما دخل ما دخل لها حتى شي مسؤول باش يحلها هادي كون ما كانوش ولاد البلاد ولاد هاد المنطقه هادي هاد ولاد الناس اللي ساكنين هنا راه ما عمرها طريق غادي تدار كانت شحال هادي راه كانت ما كانتش بيت بحال هكا راه كانت كيمشيو البلاد بالسهوله اللي عبر الطوموبيل المقاومه حتى شي دابا راه ولا كلشي كيطلع هاد البلاصه هادي راه صعيب باش تدوز فيها بزاف خصوصا هنا ملي كتشوف مورا السبعه ديال الجيزيه والثمانيه والظلام كيكون صعيب باش تدوز فيها الا ما كانش عندك شي موتور الا كنتيش موتوريزي ولا ما كنتيش زعما شي حاجه اللي عندك بجي دار ما غاديش تدا والمشكل الوحيد الدراري اللي كيقراو دابا كيضربوا الكمبيوتر دابا مثلا هاد ولاد البلاد اللي ساكنين هنا راه هما اللي دايرين بوحدهم دايرين المدرسه الابتدائي فين يقراو ولادهم بالنسبه للناس ديال الكوليج راه كيمشيو شحال كيضربوا هاد الطريق كلها يوميا باقي ما وصلناش حتى نص ديال الطريق هاد كيضربوا تقريبا 6 كيلومتر يوميا تقريبا معايا هذا اللي غيدخل مع تبدا الصباح خاص يتوض مع 6 الصباح باش يجي لهاد البلاصه هادي باش يجي للمدرسه باش يقراو تخيل معايا غادي يخرج مع 12 بلاص جوج واش عنده الوقت فين يجي ولا لا يقدر يجي يقدر ما يجيش يقدر ياكل تما يقدر ما ياكلش يقدر يبقى في الجوع حتى ل 6 العشيه الا بخرج 6 العشيه يعني بلان دونك هاد الناس هادو اللي كيقراو باقي ما ها نتوما مورايا راه هي الشيرة يا سيد عمرو الشيرة سيد عمرو هادي كامل سيد عمرو اللي كاين ديك ما كان غير نصعد البلاصه بزاف ديال المرات الله يسهلو اللي كثر من هاد بحال يعني هنا في كيف الغياب
حارتو. ولاد البلاد فتاقوا الصوت. ما عندهمش ما عندهمش. شوف. يلاه فينا كنخرجوا الى بيس. هانتوما باش نوضح لكم كلشي. ها هي البيس مورايا كتبان لكم اون فاس. راه كيبان لكم واحد الجامع راه ولهي عرفتي هذا الجامع باش توصل ليه خاصك تدور تقريبا شي 10 دورات عاد توصل ليه. هانتوما غادي يبان لكم. المهم واحد شويه المهم في المنطقه في الماب وداكشي باش يبان لكم كلشي. هذا تقريبا كاع المناطق اللي كيكون عرفتي شتي طوموبيله كيفاش دازت. ما كاينش شي حاجه اللي قلب من 20 كيلو من 20 40 كيلومتر ولا شي حاجه. انا نوري لكم البلاكه باش تعرفوا بالضبط فين هنا. هذا الصار هذا واحد المكافح خرج معايا مشى معايا كاع المناطق ديال الاوروس. ها انتم شتيو هيا ها انا غادي نرجع لكم كاميرا نورمال باش تبان لكم اوفيسيال. ومصلحت دونك ومصلحت غادي تجي ليها كيف ما بغيتي دونك فهمتي دونك كاين عارفين هادشي اللي بغيتو غاكاين. شوف الطوموبيلات كيفاش كيكونوا غاديين شتيهم. ما كاينش شي حاجه اللي غادي تطمن 20 كيلومتر ولا اقل من 40 كيلومتر. ها انتم باغي دير واحد ليسي. ها انتم شوف ها هي الطوموبيله جايه مورايا شتيها. شوف كيفاش غادي تدوز عليها. شوف شتيها ما كاينش قلها فاك ما كاينش قل من 40 كيلومتر. يلا خوتنا السلام عليكم. هذه هي الفرصه ديالنا وهذه هي الزياره ديالنا لهذه المنطقه الزوينه بزاف اللي فيها واحد الجو اللي ما كتخيلوش. سميتها سيدامر.